كمان مرة بنحييكم من استوديوهات تلفزيون لبنان ومن محطة تلة الخياط الليلة بالتحديد ومن قلب استوديو الفن الذي يبث على جميع الأقنية العاملة في لبنان، يعني البرنامج الأول والبرنامج الثاني. مؤسس عصر التلفزيون الذهبي، قبطان البرامج، صانع النجوم، صانع أمجاد التلفزيون في لبنان والعالم العربي، كلها ألقاب أطلقت على المخرج سيمون أسمر الذي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما. مسيرة حياته بدأت مشعة بأضواء هائلة وخفوت مخيف، تقلبات من لمعان الشهرة إلى عتمة الزنزانة لعشرة أشهر فإلى قلة الوفاء معه. هذه التحولات لم تمحي تاريخ سيمون أسمر الإبداعي، فهو الذي انطلق من تلفزيون لبنان الرسمي بعدما شهد الراحل على نجاح حلقات أبو سليم أبو ملحم مرورا بإيفات سوسوار، جاء توت لا في شانت بمثابة نقطة تحول في مسيرة صانع النجوم، فمنه استوحى استوديو الفن الذي قدمته في العام 1972 الإعلامية الأقرب إلى قلبه سونيا بيروتي. استوديو الفن حسب ما بتقول الإحصاءات نال أكبر عدد من المشاهدين اللي هو أكثر من 1,500,000 نسمة. أنت شخصيا شو شعورك بهالنجاح؟ ما بعرف شو بدي أقول لك شعوري. أنا دائما بس واحد يجاوب ما يعرف يجاوب من فوق بعيد وكيف ما بيعرف يجاوب، لكن أنا ما عندي شعور، شعوري يمكن معكوس على معكوس على وجوه اللي عم تطلعي فيهم واللي شايفيهم بالاستوديو، ابتسامة وفرح واحد واحد، وهذا هو شعوري. يعني كان من اللجنة الحكم حتى الهواة. الراحل سيمو أسمر كان عرابا لبرامج اكتشاف النجوم وبرامج تلفزيون الواقع، خرج عددا من المشاهير في لبنان والعالم العربي، منهم ماجد الرومي وألك فوري، راغب علامة، معين الشريف، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وللتوفيق وغسان صليبة وغيرهم، ليرحل وتبقى ذكراه موجودة في أصوات عشرات الفنانين والإعلاميين والنجوم. بعد تلفزيون لبنان تولى منصب مدير قسم برامج المنوعات ومسؤول العلاقات العامة في المؤسسة اللبنانية للأرسال، وبعدها انتقل إلى الام تي في لإعداد برامجها الترفيهية وعدد من الإذاعات أبرزها 102. الراحل حصد أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، وجائزة أفضل مبدع تلفزيوني في العام 1994، جائزة مفتاح سيدني في أستراليا، كما قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية، وكرمته لجنة تخليد عمالقة الشرق العام 2003 بمناسبة مرور 44 عاما على عمله في مجالي الإخراج والفن. ليطوي سيمو أسمر صفحة حياته في مستشفى رزق، حيث رافقته صباح الجمعة 13 أيلول في رحلته الأخيرة زوجته ندى كريدي وأولاده وسيم كريم وبشير إلى كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت لإتمام مراسم الدفن والصلاة والجناز لراحة نفسه، ليوارى في الثرى في تمام الثالثة في مدافن العائلة في غزير. تقبل التعازي يوم السبت في كاتدرائية مارجرجس من 10 إلى 6 مساء، ويوم الأحد في كنيسة السيد الحبشي في غزير من 10 إلى 6 مساء.